نعم، بداية إيران دولة مهمة وجارة مؤثرة على العراق بنحو كبير، وكنا نتمنى لا تصل العلاقة إلى هذه الدرجة بين البلدين، نظرا لأن إيران كانت داعمة للعملية السياسية منذ تأسيسها ولديها علاقات جيدة مع مختلف القوى والأحزاب السياسية والمكونات العراقية. ولكن التظاهرات التي حصلت مؤخرا في إيران وعدم قدرة الحكومة والسلطات الإيرانية على معالجة هذه الأزمة، فباتت ومع الأسف تحاول تصدير هذه الأزمة إلى الخارج وأن تضع اللوم على عاتق القوى والأحزاب الكردية التي يعني تنشط سياسيا هنا في إقليم كردستان. نعم، نعتقد بأن ما حصل في إيران والتظاهرات التي عقبتها بأن القوى الكردية المعارضة لإيران هنا لم يكن لديها دور وتأثير بهذه الدرجة التي صورتها إيران للعالم بأن لديها تأثير و دور في الداخل العراقي. لذلك نعتقد بأنها منحتها حجما من أكبر من حجمها. إضافة إلى ذلك فإن إقليم كردستان، ما أدري الصوت جيد يمكم؟ نعم يصل، تفضل. نعم، إقليم كردستان يعني وخصوصا اتحاد الوطن الكردستاني في هذه المناطق منع هذه الأحزاب من ممارسة أي نشاط عسكري يؤثر على الداخل الإيراني، رغم وجود بعض الخروقات وهذه موجودة في أغلب الدول، ولكن إقليم كردستان وحكومة الإقليم والقوى والأحزاب السياسية كانت تؤكد دائما بأن وجود هذه القوى والأحزاب يجب أن يكون سياسيا بعيدا عن العنف واللجوء للقوة والتأثير على أمن واستقرار دول الجوار. لذلك ما حصل من جانب إيران أعتقد بأنه أمر مستنكر، وكنا نتمنى أن لا تصل إلى هذه الحدود من استخدام القوة وقصف هذه المناطق. ولكن عموما يعني إقليم كردستان مختلف القوى والأحزاب السياسية، حكومة الإقليم، الحكومة العراقية، الخارجية، المجتمع الدولي، يعني قاموا بالتنديد بهذه الأجمات وتتمنى أن لا تتكرر، وخصوصا وأن إيران جارة مهمة. طيب، يعني لمواقف التنديد اليوم، يعني منذ بداية العام الجاري أستاذ عباس تقريبا 22 اعتداء من الجيش الإيراني على إقليم كردستان، ناهيك طبعا اعتداءات التركية أيضا على إقليم كردستان. ما الذي يمنع الحكومة العراقية، الحكومة الاتحادية، من تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن أو المحاكم الدولية بخصوص هذه الاعتداءات المتكررة طبعا؟ نعم، مثل ما قلت لك، نعم لدينا علاقات تاريخية إذا كان على الصعيد الحزبي وعلى الصعيد الحكومي مع الجارة إيران، كما أن لإيران مصالح كبيرة داخل العراق إضافة إلى علاقاتها السياسية والدينية والمذهبية مع الكثير من القوى والأحزاب السياسية. ولكن الحكومة الاتحادية نعتقد بما أننا بطور تشكيل الحكومة ولم نصل إلى مرحلة أن تفضي التفاهمات السياسية إلى أن تشكيل حكومة قادرة على حفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعدم السماح لدول الجوار باختراق سيادة العراق، نعتقد بأن هذا يعتمد على مدى قدرة الأحزاب السياسية والحكومة المقبلة على التفاعل مع هذه التدخلات والاعتداءات، وأن تحاول أن توصل هذه الأمور وأن ترفع الشكاوى إلى مجلس الأمن الدولي، إلى الجامعات الدول العربية. إضافة إلى يعني إذن هنا نصل إلى نتيجة أستاذ عباس، عفوا المقاطعة، أن الانسداد السياسي اليوم في العراق وضعف الحكومة العراقية أعطى أريحية أكثر لإيران وحتى تركيا للاستمرار باعتداءاته على سيادة العراق. نعم بالتأكيد، يعني الدول الجوار مع الأسف تستغل ضعف الحكومة العراقية، خصوصا وأنها حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى عدم وجود توائم وتصالح بين القوى والأحزاب السياسية ووجود تشرذم على المستوى السياسي بين هذه القوى إذا كان في على صعيد إقليم كردستان وداخل القوى والأحزاب الشيعية والسنية كذلك. لذلك فإن دول الجوار تستغل الشرخ والجمود السياسي الموجود بين القوى والأحزاب السياسية، وهي تحاول أن تفرض أجنداتها وإملاءاتها على هذه القوى بمختلف السبل والوسائل. لذا نحن يعني صحفيين وأكاديميين كذلك ومواطنين إذا كنا في إقليم كردستان والعراق نتمنى من دول الجوار أن تحترم سيادة وخصوصية العراق ومبادئ حسن الجوار والأعراف والشرائع والقوانين الدولية. لذلك نرجو بأن لا تتكرر هذه الهجمات لأنها تؤثر بشكل مباشر على يعني حياة ومعيشة المواطنين، وهي بالنتيجة سوف تؤثر سلبا على العلاقة بين إقليم كردستان وإيران، وخصوصا ونحن لدينا تبادلات تجارية تصل إلى مليارات الدولارات سنويا. أشكرك. مع العراق مع إقليم كردستان. أشكرك جزيل الشكر من السليمانية عباس الأركوازي، كاتب ومحلل سياسي.